عشرة الأخبار، أهلا بالجميع. يوصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف الجولة الدبلوماسية التي يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث حل صباح أمس بكوتونو عاصمة جمهورية البنين وأجرى محادثة مطولة مع نظيره البنيني باكاري أجادي أوشيغون. وبالمناسبة استعرض الطرفان مستجدات الأزمة الحالية في جمهورية النيجر وسبل المساهمة في تهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في البلاد حفاظا على أمنه واستقراره وفق ما اتفق عليه قائدا البلدين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس باتريس تالون خلال مشاوراتهما الهاتفية عند بداية هذه الأزمة. الطرفان أكدا تمسكهما بالضوابط القانونية للاتحاد الإفريقي الرامية إلى معالجة آفة التغيرات غير الدستورية للحكومات والتي تم إرساؤها خلال قمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بالجزائر سنة 1999. الوزيران تطرقا لزيارة الرئيس باتريس تالون إلى الجزائر بدعوة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، واتفقا على ضمان التحضير الناجح لها من أجل إعطاء انطلاقة نوعية جديدة للعلاقات بين الجزائر والبنين. Le sujet central de ces consultations politiques. الموضوع الرئيس في هذا الحوار السياسي هو الأزمة بجمهورية النيجر. هذا هو الاهتمام الكبير لكل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والجزائر. تحدثنا عن الوقت الممنوح لحل الأزمة. هناك الوقت الكافي للجميع. نحن الآن في مرحلة البحث عن تسوية للأزمة سياسيا، وهذا ما تقوم به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا CEDEAO وكل المبعوثين الذين زاروا العاصمة نيامي. ورئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أرسل مبعوثا خاصا إلى نيامي، وهذا لإعطاء الفرصة لهذه المرحلة للبحث عن حل للأزمة. وقد وضعنا كل قواتنا وطاقاتنا ونحن واثقون بما نفعل، سواء بالنسبة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا CEDEAO أو الجزائر، لإعطاء فرصة للحل السياسي باستعمال كل مصادره من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة. Également mettre l'accent sur ce que vient de dire mon frère le ministre Attaf sur la convergence. لقد لمسنا تقاربا في وجهات النظر بين البنين والجزائر حول حل الأزمة الحالية في النيجر. نتقاسم سويا هذه المهمة ونؤكد على ضرورة الوصول إلى السلطة بالطرق الشرعية والدستورية وليس بالسلاح أو بالقوة. سنعمل سويا على تحقيق الأهداف التي حددها قائدا البلدين فيما يتعلق بحل الأزمة في هذا البلد الشقيق. هذا وأعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في اتصال هاتفي أجراه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف عن دعم حكومة بلاده وتثمينها عاليا لمبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإفادة مبعوثين إلى النيجر ودول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بغية توفير الشروط الضرورية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر. كما أشار وزير خارجية إيطاليا أن بلده تشاطر تماما قلق الجزائر بشأن تداعيات خيار اللجوء إلى استعمال القوة، مؤكدا استعداد إيطاليا لمساندة جهود الجزائر ودعم مساعيها لتهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر عبر السبل السلمية. في إطار مساعي الدولة لتشجيع الاستثمار ومرافقة المستثمرين، حركية كبيرة يشهدها قطاع الصناعة بولاية عين تيموشنت إحدى الولايات التي رفعت سقف التحدي الصناعي عاليا بفضل إحدى الشركات التي أضحت تنتج خرسانة الأعمدة الكهربائية بعد أن كانت تستورد من الخارج. وما كان لهذا التحدي أن يثمر بقطاف النشاط الموسع لولا مرافقة الدولة للمستثمرين ورفع كافة العراقيل الإدارية والتقنية لإعطاء دفع قوي للحركية الصناعية بالولاية. مختار مذكور.
سمحت الرخصة الاستثنائية للاستغلال بإعادة الحياة لشركة إنتاج خرسانة الأعمدة الكهربائية بعين تيموشنت، والتي توسعت في نشاطها الاستثماري لتضمن تموين السوق الوطني بنسب فاقت كل التوقعات. حاليا 71 عامل، طاقة إنتاج تفوق 12,000 عمود سنويا، وإحنا حاليا نغطيه إن شاء الله 20% من متطلبات السوق الوطني. دفعت الدوسي تاعي في التكوين المهني وعيطوا لي، وهذا الوزير حل الابواب تاعه، واني خدام الحمد لله، واني خدام على وليداتي والحمد لله ما خصني والو. كل التسهيلات الاداريه والتقنيه قدمت للشركه، ما سمح لها بالاستجابه لكل الطلبيات بالكميه والنوعيه المطلوبه. المنتوج تاعنا يكون بجوده عاليه، ومن اجل ذلك قررنا وانشانا ايزو 9001، نظام اداره الجوده على مستوى المؤسسه. المشاريع الاستثماريه في المجال الصناعي تقدر ب 421 مشروع على مستوى الولايه. نحصينا الى حد اليوم استفاده 66 مشروع من اجراءات رفع العراقيل، واللي الحمد لله انتج عنها تقريبا، نتكلم مثلا في المجال اليد العامله، وين احنا بصفه عامه كنا نستهدفوا من خلال عدد المشاريع المتواجده على مستوى الولايه وصول إلى 15,000 عامل. آفاق واعدة تقترحها مناطق النشاط بعين تيموشنت التي أصبحت أحد أكبر الولايات جذبا للاستثمار الوطني. تحسبا للموسم الدراسي الجديد، تدعم قطاع التربية بولاية عين دفلة بمنشآت تربوية جديدة لاستقبال أزيد من 277 ألف تلميذ في ظروف حسنة، تقول أميرة مداحي. منشآت وهياكل قاعدية تأتي لتحسين ظروف تمدرس تلاميذ، تدعمت بها ولاية عين الدفلة استعدادا للدخول المدرسي المقبل. تم فتح متوسطتين جديدتين وابتدائية مجمع مدرسي من نعدل. هذه المؤسسات اللي من شأنها استقبال التلاميذ للأحياء الجديدة. 5 أنصاف داخليات، وذلك لضمان الإطعام للمؤسسات لتستقبل التلاميذ من مناطق بعيدة. إلى جانب هذه الهياكل التربوية الجديدة، تم تهيئة عدة مدارس وتوسيع أقسامها قصد التخفيف من الضغط الذي تعرفه بعض مناطق الولاية، بالإضافة إلى ضبط قائمة التلاميذ المعنيين بالمنحة الدراسية. ونقص علينا بزاف باسكو انا عندي بناتي ان شاء الله يقراو هنايا، وما ديبلاسوش للعطاف، ترونسبور وبعيد ويروحوا قبل الوقت بزاف. لا مليح لينا ما شاء الله ولادنا يقراو فيه هنا قريب لينا، ما ديبلاسوش، حاجه مليحه، حاجه تشرف، حاجه زينه. في اطار تضامن تم تسيير والانتهاء من جميع عمليات الاداريه، وبوشر صب المساعدات في اطار عمليه التضامن لاجل 73,000 مستفيد لمبلغ يتجاوز 367 مليون دينار جزائري. ومع تضافر جهود الاسره التربويه على كافه المستويات، ولايه عين الدفله تسعى لضمان موسم دراسي ناجح. في خبر أليم ببالغ الحزن والأسى، بلغ المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المراسل الصحفي بجريدة الخبر من ولاية تبسة عبد الله زرفاوي. وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تتقدم المديرية العامة للاتصال بأخلص تعازيها وعميق مواساتها إلى عائلة الفقيد وإلى زملائه بالجريدة وإلى الأسرة الإعلامية كافة. إن لله وإن إليه راجعون. دوليا وفي السودان، حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الحرب في السودان تنظر بوضع إنساني طارئ له أبعاد خطيرة، لا سيما بعد اتساع رقعة الجوع والأمراض والنزوح السكاني الذي أضحى يهدد بكارثة إنسانية في البلاد. ملكة سحقي في هذا التقرير. تطورات الاقتتال في السودان يزداد حدة وثقلا يوما بعد يوم بدخول الأسلحة الثقيلة وسلاح المدرعات الذي يترقب المتتبعون لسير الأحداث في المنطقة مدى فعاليته في حسم الحرب بين جبهتي القتال. وتباينت التقارير الإعلامية في حقيقة ما يحدث فعلا على أرض الواقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فكلا الطرفين ينشران مقاطع فيديو تظهر سيطرة كل منهما على سلاح المدرعات.
وأمام تجاوز الاشتباكات حدود العاصمة ومدنها الثلاث، تفاقمت الأزمة الإنسانية وزادت حالات الهجرة وتشريد السكان والجوع وارتفاع عدد الضحايا، واقع وثقته التقارير الأخيرة لمنظمة الأمم المتحدة والتي حذرت من تدمير البلاد بالكامل في حال تواصل المعارك المندلعة منذ أكثر من 4 أشهر. الجوع والأمراض والنزوح السكاني دفع بالبلاد إلى مشارف كارثة إنسانية أشارت إليها اليونيسف، وأحصت من خلالها ما لا يقل عن 2 مليون طفل ممن أجبروا على ترك منازلهم ويعانون اليوم من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت دون علاج. رفضت كل المبادرات السياسية لحل الأزمة في السودان أمام تمسك طرفي الاقتتال بالخيار العسكري حتى لو كان الثمن دمار البلاد وتشتيت العباد، ليبقى السيناريو الوحيد أمام هكذا معطيات هو توسع دوامة العنف وطول أمد الحرب والصراع. في موضوع تداعيات موجة الحرائق التي يشهدها العالم، أمرت أمس السلطات الكندية بإخلاء مدينة هاي ريفر بأكملها، وهذا بعد اجتياح ألسنة اللهب الغابات المحيطة بها. وأكدت السلطات الكندية أن الوضع بات ينذر بخطر حقيقي على حياة السكان، كما حذرت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية الأشخاص الذين سيظلون في المدينة من تحمل مسؤولياتهم أمام هذا الوضع. وتشهد كندا أسوأ موسم على الإطلاق، مما اضطر أكثر من 50,000 شخص على مغادرة منازلهم. في أخبار الرياضة، يواجه هذا المساء بملعب الرويبة فريق أولمبي شلف فريق باندل أنسورانس النيجيري، وذلك ضمن مباريات الدور التمهيدي الأول من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث يطمح ممثل الجزائر في هذه المنافسة للظفر بورقة التأهل إلى الدور الثاني. يتابع مسعود تشيشة. لاعبو جمعية شلف يدركون ضرورة وأهمية الفوز على ممثل نيجيريا باندل بفارق أكثر من هدف للمرور إلى الدور المقبل من المنافسة الإفريقية. الاستعدادات تمت في ظروف طبيعية وجيدة وبمشاركة كل اللاعبين بدون استثناء، بالإضافة للمستقدمين الجديدين عزيز ملاي من ترجي مستوى غانم والطوغولي إفرا. احنا نتوقع صعوبات بلك أكثر من مقابلة الذهب، ولكن الفرق هو ان عندنا يعني وقت شويه اكثر لتحضير الفريق، خاصه يعني بالنسبه للامور اللي متعلقه بالخصم، حيث لاحظنا كيفاش يلعب، ونتوقعوا باش يدير لنا صعوبه. الجمعيه حافظت على كامل تعداد الموسم الماضي وتعول كثيرا على لاعبيها المتالقين واصحاب الخبره. بكل شيء هي مباراة صعبة علينا، يعني وين هزمنا في مباراة الذهب 1-0، لكن عندنا عزيمة، عندنا ثقة في المجموعة في المدرب باش نقدموا أداء اللي نقدروا نتأهلوا به إن شاء الله. أنا محضرين بيان باش نكونوا الله وتعالى باش نحققوا التأهل للدور الثاني، وانا على بالنا باللي فريق أنا منهزمين في لقاء الذهب، يلزم علينا نكونوا بيان كونسونتري صابرين باسكو اللقاء ما راحش يكون سهل، باش نحققوا المبتغى تاعنا اللي هو التأهل للدور الثاني إن شاء الله. ممثل الجزائر يملك كامل الأوراق الرابحة، خاصة وأنه استعد جيدا للموعد وصار يعرف منافسه بطريقة أوضح بعد مباراة الذهاب. ومن الرياضة نختم بأجواء الفن والترفيه خلال موسم الصيف. في إطار جولته الفنية بالجزائر، أحيا سهرة أمس الفنان طارق العربي تركان حفلا غنائيا بمسرح الهواء الطلق الهادي فليسي بالعاصمة في أول لقاء مع جمهوره في بلده الأم، ليقدم روائع شارات وأغاني رسوم متحركة بقيت خالدة في أذهان الأجيال، خاصة وأن الفنان ذا الأصول الجزائرية يعد من أشهر المؤدين لهذا النوع الفني. ليندا مكي. سيمبا، ماوكلي والمحقق كونان وغيرها عناوين ظلت عالقة في أذهان الجمهور بإيقاع موسيقي رائع وبدفء الذكريات. طارق
الطارق العربي طرقان الذي وهب حياته وفنه لإسعاد الأطفال وجد تجاوبا كبيرا منهم. اليوم استرجع لذكريات كانت من الحنين والماضي. كان حفل رائع ومميز جدا مع الأستاذ طارق الطرقان العربي وأولاده. هذا الحفل هو فصل من فصول الحنين لكل شاب وشابة من جيل التسعينات. احنا اليوم على مشارف نهاية الثلاثين أو اقتربنا من الأربعين، لكن حنيننا للطفولة يبقى موجود. هذا يوم الصحة جاونا هنا وفرحونا وكنا في سوفينير تاع الصغار. الأغاني اللي تربينا عليها الأغاني ذات يعني معنى هادف. فكرنا طفولة كامل تاعنا تاع صغرنا، جبنا ذراري جبنا كذا بصح مش يعيشوش عشنا احنا، فاسكو حنا نتفكروا صافي بليزير. أخي والعيلة كلها يعني فنانين بالأصل، يعني عيلتنا فن، شعراء وأدباء ومغنين من الوالدة لغاية الأخوة كلهم. الفنان شكل حالة من السعادة على مدرجات المسرح رفقة أبنائه ليقف الجمهور كله في لحظة انبهار. انك تشوفي أرض اللي ولدان فيها أجدادي وأبي وجداتي كتير شعور ما بعرف شو بدي لك، ما شفت له مثيل في أي بلد. يعني أصوات الناس برا، يعني أنا ممكن أبكي هلأ مبدئياً أني عم بسمع الصوت والتفاعل بالحفلة، وشعور لا يوصف. أخيراً يعني أخيراً بالجزائر. هو جمع أجيال، صناعة الطفولة، العنوان هو صانع الطفولة والذكريات، الأستاذ طارق العربي طرقان. سهرة بجنون الطفولة بدأت بالعاصمة ليستمر صخبها عبر الوطن. كم هو جميل العودة إلى ذكريات الماضي الصادقة منها خاصة. شكرا على المتابعة، لقاؤنا يتجدد تمام الواحدة في نشرة إخبارية مفصلة. السلام عليكم.